المنتخب الوطني هذا تحصيل حاصل لنتاج او لجهود تبذل في الانديه العراقيه. اليوم انا اسمع مدرب يعني للاسف يقارن الفرق العراقيه، يقول احنا بعد عشرات السنين ما نلحق بفريق الهلال السعودي. يعني انت اذا عندك هاي القناعه عليش تشتغل وعليش متعب نفسك وعليش ماخذ دور؟ اترك المجال. اذا انت تحس بنفسك فاشل فانت ليش تخدع الناس؟ احنا مشكلتنا الان في القاعده، القاعده الان ضعيفه وهشه، نحن نبني على رمال ونريد ان نبني قصور وناطحات سحاب على ارضيه هشه رمليه او ترابيه، وهذا امر غير صحيح.